das Stadion voll ist und meine Spieler sind top motiviert und wir auch. احنا سعداء جدا بالتحضير الجيد للمباراة. احنا كان عندنا وقت كافي بين المباراتين للتحضير تقريبا اسبوع، ده كويس جدا، ساعدنا ان احنا نستعد ونتحضر للجزء التكتيكي في القاهرة عشان نيجي ونقدر نتحضر لليومين دول للمباراة يوم الجمعة. سعداء بالمباراة جدا، سعداء بنهائي الكاس، بان هو ماتش هيبقى يكون ماتش كبير، ماتش صعب طبعا ضد فريق كبير جدا. احنا عارفين ان احنا نلعب منافس قوي، منافس عنده لعيبه كواليتي بتاعها عالي جدا، كفاءه عاليه جدا، مهارات عاليه جدا زينا احنا كمان، احنا كمان فريق قوي، فريق كبير. احنا جايين هنا عشان خاطر نعمل كل حاجه عشان ناخد البطوله، وده اهم حاجه بالنسبه لنا. طموحنا البطوله وبس، وده دايما قدر النادي الاهلي. سعداء كمان بالتواجد هنا في المملكه، وسعداء بالجمهور اللي هيحضر المباراه، لان الملعب هيبقى ان شاء الله متقفل على الاخر، وده بيبقى دايما بيسعدني جدا الاجواء اللي بيبقى فيها الجمهور حاضر بقوه. فاحنا ان شاء الله متحضرين المباراه، عندنا كل الطموح وكل الدوافع ان احنا نكسب المباراه ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. توريت ساين بلس 2 فيلدسبيلر دي دان مورجن نيشت داباي ساين كون. في عندنا 3 لاعبين مصابين، دول فضلوا في القاهره ما جوش معانا، وفي 2 أو 3 لعيبه لسه ما وصلوش للمستوى البدني 100% او جاهزيه 100%، عشان كده انا خدت معايا 23 لاعب، 20 لاعب و3 حراس، وبكره ان شاء الله او بعد بكره هيكونوا معانا 20 لاعب في المباراه. انا هطلع حارس وهطلع 2 لعيبه، هنشوف مين اللي هيكون جاهز للمباراه، هو ده اللي هيكون موجود باذن الله على الدكه. Alle muss jeder ans Limit gehen und muss versuchen das Optimum rauszuholen. انا بنلعب فريق كبير، مش بركز مع لاعب بعينه في المنافس، الفرقه كلها، فرقه المنافس كلها قويه جدا، وبالتالي انا ما فيش واحد بعينه بحط عيني عليه او ببقى عامل له هو حسابات خاصه، الفرقه كلها فرقه جماعيه، فرقه كويسه جدا، فببقى عامل حساب لكل المنافس، لكل اللعيبه، لان انا شايف ان كره القدم لعبه جماعيه، زي ما انا برضو شايف ان احنا عشان نقدر نفوز بالمباراه لازم نظهر كاداء جماعي، كلنا نظهر كفرقه واحده، ان احنا نقدر ان احنا نلعب اداء جماعي مع بعض، وان يبقى روح واحده، وان كل واحد ده ماتش نهائي، كل لاعب لازم يوصل لاقصى حاجه ليه، الليمت بتاعه اقصى حد ليه في ماتش زي ده عشان نقدر نكسب المباراه ان شاء الله. Möglichkeit oder Nötigkeit dann dazu zu nehmen, um schlussendlich das Spiel gewinnen zu können. ما فيش روشتة للفوز بالنهائيات، يعني ما فيش حاجة بتتعمل مخصوصة، احنا بنتحضر لكل مباراة بكل قوة زي أي مباراة، وبنحاول إن احنا نكسب كل مباراة، وبندي فيها كل حاجة، بركز فيها كل حاجة، ما فيش حاجة مخصوصة بتتعمل في ماتش النهائي زي أي ماتش بنحاول نكسبه، لكن اللي بيفرق ممكن يكون دافع اللعيبة نفسها، اللعيبة نفسها بتبقى نازلة الماتشات النهائية، لعيبة النادي الأهلي لعيبة كبيرة عندها خبرات، بتعرف تتعامل مع الظروف دي، عندها دوافع أكتر. اللعيبه بتبقى في الماتشات دي كله عايز يشارك، كله بيبقى بيدي اقصى ما عنده، ما بتحتاجش انت كمدرب ان انت في جزء الدوافع ده تتكلم كتير، اللعيبه بتبقى على قد المسؤوليه جدا في الماتشات دي، فعشان كده بتديك اكتر من 100%، وبيبقوا عارفين ان انت في ماتش نهائي لازم تدي تعدي كمان احيانا الطاقه القصوى بتاعتك. اللعيبه احيانا بتبقى عندها اصابه، بيبقى اللعيب عايز مصاب، عايز لو رجله فيها جبس يبقى عايز ينزل بالجبس فيلعب مباراه زي دي. بالنسبه للجزء الاولاني من السؤال، بختلف مع حضرتك، موضوع المكسب كان سهل، مكسب الزمالك السنه اللي فاتت 3 مرات لعبنا فيهم الزمالك وكسبناهم ما كانوش سهلين خالص، بالعكس كان في منافس قوي قدامنا، كان في صعوبات، لكن احنا بنحاول ان احنا نلعب باحسن طريقه، بيبقى ساعات معاك التوفيق، احيانا بيبقى بتعمل كل حاجه صح بس الكره ما بتخدمكش، لكن احنا الكره خدمتنا 3 ماتشات اللي فاتت، لكن لا كان قدامنا منافس قوي وكان منافس صعب، وماتش بعد بكره برضه هيبقى ماتش صعب جدا، واحنا هنحاول قدر الامكان برضه نعمل ننفذ الكره اللي احنا عايزينها، وننفذ التعليمات اللي احنا عايزينها للعيبه، وننقل لهم اللي هم محتاجينه، وان شاء الله ان احنا نكسب المباراه. Sein Spiel auf unser Spiel zu konzentrieren und nicht zu viel auf den Gegner zu achten. اتكلمت مع امام وكلمته يعني كلمته عن اللي ممكن هو يكون متحضر له، لكن امام لعيب رغم صغر سنه لكن عنده خبرات كبيره، واعتقد ان هو متفاهم جدا الموقف اللي هو فيه والضغوطات اللي هو هيتعرض لها، فهو اعتقد ان هو قادر على التعامل معاها وعنده من الخبرات ان هو يقدر يتعامل معاها. في نقطه ثانيه ان الزمالك زي ما حضرتك قلت تعاقد مع 10 لاعبين، فهو اما هيجي ينزل مش اللعيبه مش كلها اللي هتبقى في ارض الملعب هو لعب معاها قبل كده او يعرفها قبل كده، لكن امام لعيب مهم بالنسبه لنا جدا، ولعيب الكواليتي بتاعه عالي جدا، فبالنسبه لي مهم ان هو وده اللي بقوله له يحرر نفسه من اي ضغوط، ان هو يلعب كورته، ينفذ الكلام بتاعنا، ان هو يساعد الفرقه
ويساعد نفسه، ما يحاولش ان اي حد يستفزه او يوديه في سكه هو متعمده في حته تانيه، يعني غير اللي هو التركيز في الملعب والكوره. مهم جدا فعلا زي ما حضرتك قلت يبقى في خبرات في الفريق ويبقى في بتساعد في الماتشات الكبيره، لكن احنا عندنا في اصابات، لكن النادي الاهلي كل لعيبته تقريبا عندها خبرات، ما فيش لاعب في النادي الاهلي ما عندوش خبرات كبيره سواء على حسب السن. اللاعب طبعا اللي عنده خبره غير اللاعب اللي عنده 20 سنه، لكن كل لعيبه الاهلي تقريبا عندها خبرات كبيره سواء لعيبه عدت بخبرات جوه النادي الاهلي او خبرات دوليه. زي ما احنا سمعنا مع حضراتكم دلوقتي تصريحات